اللهم ارحمنا واغفر لنا ويسر، اللهم اجعل لنا من أمرنا رشدا. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله من جديد مشاهدين تلفزيون الآن، وكل من يستمع لنا عبر إذاعة الآن اف ام في سوريا والوطن العربي. موضوعنا اليوم موضوع مناسب إن شاء الله مع نهاية الأسبوع، موضوع ربما يراه الكثير من الناس ويفرحون لمجرد رؤياه في الحلم. يا سلام، أن أرى نفسي في ذلك القصر وتلك الصالات وهذا الأثاث الفاخر والرخام، ما شاء الله ما شاء الله في أحلامنا. والآن سوف نعلم ماذا يدل عليه ذلك عند رؤيته في الحلم، فلنشاهد معا هذا التقرير ثم نعقب عليه إن شاء الله. من رأى قصرا في منامه أو من دخل قصرا في المنام فربما دل ذلك على سداد الديون، وإذا رأى القصر من بعيد فإنه يدل على الجاه والتملك. يدل القصر في المنام على الرجل الشريف، وقيل أيضا من دخل قصرا فإنه سيتزوج. أما إذا تجولت في الحلم في قصر أو أعجبت بفخامته فربما دل ذلك على زيادة إمكانياتك وسمعتك الطيبة، وسوف تستلم مركزا مرموقا. إذا حلمت أنك في قصر به حجرة مسكونة بالأشباح فهذا ينبئ بأن أيامك القادمة ستحمل لك سوء الطالع والخيبة. إذا حلمت بقصر تراه عن بعد فهذا ينبئ بنجاحات في مستقبلك. هكذا فسر بعض مفسري الأحلام رؤية القصور في المنام، والله أعلم. ما شاء الله، أبها وتحف رائعة هذه قصور الدنيا، فما رأيكم بقصور التي أجهزها الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين؟ شكرا على هذا التقرير الأكثر من رائع، بارك الله فيك. طبعا إخواني، القصور هنا في أغلب تفسيراتها، يعني الأشباح طبيعي مدام دخلوا في القصر حيخربوه، ولكن بالقصور بأغلب تفسيراتها بشكل طبيعي وعام هي خير ورحمة على أهل هذا المنزل أو على الرائي، يعني إنسان عابد مصلي. فلنفرض مثلا أنها امرأة كان لها بعيد الشر أخت أو أخ ذوي قدرات خاصة، يعني عنده صعوبة في الحركة أو في الكلام، فهذه المرأة لم تدعه، لم تقل هذا خلاص أنا شل ما ينفع الاعتناء فيه، ما راح ينفعنا عندما يكبر، لا، تقول تأخذ بالها عليه، ترعاه، تلبس أحسن ملابس، تعامله مثل إخوانه أو مثل أولادها. بعد سنة أو سنتان أو ثلاث أو عشر ترى نفسها أمام قصر عظيم، قصر مهول، قصر به لا يوصف، ليس مثله في الدنيا، فتعلم بإذن الله سبحانه وتعالى أن ذلك هو إن شاء الله أجرها على ما قدمته لهذا الضعيف. القصور قد تدل لمن ليس له أبناء وأولاد بأنه سوف يرزق بالأبناء والأولاد والبركة. لماذا؟ لأن القصور كبيرة جدا، القصور تتسع لعشرات الأشخاص، الرجل وامرأته والخدم والأبناء وما إلى ذلك. فذلك القصر بما أنك رأيته فذلك يدل بأنك سوف تملأه بالذرية الصالحة وبالرزق. أما إذا رأيت قصرا في منطقة كانت خاوية أو في مدينة كانت فقيرة فاعلم بأنه سوف يوجد بها رجل كريم، أو إذا رأيته في منطقة لقبيلة مثلا فاعلم بأنه سوف يولد بها رجل متدين أو رجل حكيم. إذن القصور في أغلب معانيها جميلة إخواني وأخواتي، متابعين معكم بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن نأخذ بعض المكالمات الهاتفية. هنيدة من الإمارات، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة والإكرام يا هنيدة، تفضلي يا أختي الفاضلة من الإمارات. أنا حلمت شخص أنا نعرفه في الحياة، اللي أنا كنت واقفة وهو واقف بجنبي. أيوة. بعدين جت موجة متاع بحر عالية عالية وداكنة. نعم. أنا خفت. نعم. وخسرت معناها وشفته وقلت له أنا خايفة. نعم. قال لي ما تخافيش ودفع الموجة بيديه. نعم. بعدها عليا أنا فرحت. نعم. مع العلم اللي الشخص هذا أنا من العادة علاقتي به مش حلوة.
ما لا دعوة، عندما ترين شخص علاقتك فيه مش حلوة وأصبح شخص حسن وشخص طيب معك، فاعلم بأن حظك في البلد وطريقة تعاملك في الحياة سوف تتحسن. يعني الأشياء التي كنت تعتقدين، يعني هو هنا يكون فقط رمز. أعتقد أنت على الأغلب تبحثين عن وظيفة أو من هذا القبيل، ولا أنا غلطان؟ لا لا، كنت معناها واقفة أنا وياه في لا، في مكان أنا الواقع، مش عارفة في حتى شو. الواقع، في الواقع، ماذا مشكلتك؟ ما الذي ينقصك؟ ما الذي يخالف حظك في الحياة؟ هيك مشاكل كثيرة. الوظيفة ومشاكل كثيرة. أيوة، هذا ما يدل عليه الرمز، أن هذا الشخص يعبر عن كل ما يخالفك رأيك وحياتك في الواقع. كل الأمور التي كانت تخالفك سوف بقدرة إلهية من الله سبحانه وتعالى هذه السنة إن شاء الله، وبعد هذا الحلم وبعد هذا التفسير سوف تجدينها، أصبحت محايدة ومناسبة لك ومتغيرة للأفضل. هذا والله هو العليم الحكيم. يا هنيدة، أم عمر من السعودية، تفضلي. السلام عليكم. مرحبا أستاذ إياد. وعليكم السلام والرحمة والإكرام، الأخت الفاضلة أم عمر من السعودية. الله يسلمك. آمين أنا وإياكم. حلمت تقريبا صباح اليوم، هو باعتباره يعني الساعة عندي نعم 8:30. نعم أيوة، فشفت كأنه أنا وأختي لابسين عبايات وكأنه نعم جايين من سفر، رايحين يعني جايين من السفر رايحين على بلدنا، نعم رايحين عند جدتي. فإحنا رايحين في الطريق أشوف بيت أبويا كأنه فيه شبابيك شكلها على قزاز، كأنها قزاز، معروفة. وفي أوراق ملصقة على الشبابيك. نعم الأوراق الملصقة على الشبابيك كل شباك فيه ورقة، واحد فيه آية مو كاملة والثاني فيه آية مكتوبة بالعكس. على الشباك نفسه أيوة بشكل كأنه خط إصبع بالضباب، ولا ورق مكتوب أو كلام بحروف وحبر أو أو منحوت، كأنه طباعة ورقة على ورقة. كان ورقة ولكن على الزجاج. طيب ايوه، اي ورقه ملصقه على زجاج على شباك نعم، لحاله. تابعي بارك اللي الله لفتت فيك. انتباهي الورقه يمكن الرابعه، مكتوبه مربعات كلها وفوق نعم ارقام، ومكتوب زي في بدايه نعم الارقام في الصف الثاني مكتوب يربي يتعب يدرس، في الاخر الصف اللي بعده لا يحفظ يفشل الابناء، كذا يعني مكتوب. بعد شويه وانا ما اختي راحت قدامي ما شافت الورق، كانت تمشي قدامي وانا اللي قريته. بعد شوية جاء رجال واقف ورايا كبير في العمر كذا ومعاه عصايه وكانه عنده مشكله في الكلام، نعم فقاعد يقطع الورق ما شاء الله. ياخذه من الوشر وبعدين يشققه. فجاء شفت عمي، جاء عمي قال له انا كل ما الصق ورقه انت تشقها وانت تقطعها ليش وكذا، يعني زعلان عمي. فاعطاني واحده، الرجال قال لي نعم هذا اللي يسوونه، واخذتها وخبيتها انا داخل العبايه من عمي عشان ما يعني ما يشوفها مني. نعم فانتبه للاوراق لقاهم ناقصه، قال وين الورقه الثالثه؟ فقلت له ما ادري، اخذها الرجال، انا ما كنت ابغى اعطيها، ابغى اشوف نعم الحال يعني ايش فيها. نعم المهم بعدين رحت لحقت اختي، فقلتها التفتي شوفي ورا عمي ورانا ولا راح؟ فالتفت قالت لي لا قاعد يمشي ورانا. قلت خلاص اعمل نفسك ما في شيء. المهم مشينا الى ما وصلنا بيت جدتي ودخلنا، وكان يعني ما انتبه لنا دخلنا احنا ولا لا. وسكرت الباب، دخلت لقيت فيه يعني اهلنا وكذا مجتمعين قاعدين، قعدنا معاهم. اتصلت الوالده قالت لي وصلتوا؟ قلت لها نعم ايوه وصلنا. قالت لي خلاص ابوك يقول بكره الصباح لما تروحوا عند البيت، يعني اللي هو بيت ابويا، في اغراض يبغاه وكذا. قلت لها لا عمي ما راح يخلينا ندخل. فبعد شوي اسمع صوت الباب كانه كسر الباب عمي حق بيت جدتي وبيجي يعني يبغى يهاوش. طيب شوفي، فقلت كيف الحلم، ادخل؟ قلت امي طالع واضح من الحلم من بدايته، شو التوجه للحلم كامل. إذا طويل الحلم خلينا الحلقات الثانية نسمع صوتك، إذا الحلم لا لا خلص، باقي خلاص، باقي شيء بسيط ما لأن في باقي. اتصالات على الخط يا أختي، في عندنا ضغط على البرنامج. بارك الله فيك يا أم عمر، بارك الله فيك. أم عمر، واضح الحلم، أهل البيت هذا الأوراق اللي عليها قرآن كريم، هذه الناس اللي حافظين القرآن في المنزل هذا والذين يقرؤونه. الورقة الرابعة هو المتأثر إذا كان الأب أو كان أهل البيت. العم هنا في اتهام مباشر له، ولكن نحن ليس لدينا طريق اتهام أي أحد. عليك فقط بالبحث عن السحر، فإن وجدتيه فأبطليه. أما الجزء الخاص في العم واتهام العم وما إلى ذلك لا داعي، حتى لو كان ظاهره يدل على ذلك، نحاول إحنا نحل المشكلة وليس نزيد حجمها. هذا والله العليم الحكيم. مين معنا يا حنان؟ أم عبد الله من الإمارات، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أم عبد الله، كيف حالكم؟ الحمد لله بخير. سعيدة يا أم ما عبد الله، انا مساك الله بالنور شريفة. والسرور، وممكن 100% إن شاء الله. ما شاء الله عليك، عيني عليك باردة يا أم عبد الله. يا إن شاء الله حظ ربنا المسلمين يخليك. كلها مثل حظك يا رب.
آمين. يا جزاكم خير، الله يحفظك ان شاء الله. ما شاء الله، الله يسعدك يا رب يا أم عبد الله. أم عبد الله محظوظة معنا كل يوم، وطبعا مقام الوالدة هي وأم سارة، ولكن الله يحفظهم إن شاء الله ويطول أعمارهم، وما شاء الله نفضل نتكلم معهم برا البرنامج لأنهم عندهم أحلام شوي طويلة. طيب مين معنا؟ فاطمة من الجزائر، تفضلي. السلام عليكم. وعليك السلام والرحمة والإكرام يا فاطمة من الجزائر، تفضلي يا أختي. من كم يوم هيك، من شهور هيك، انه حلمت انه في بيت بعرفه، طيب، وقفت عند الباب وشفت ناس كتير بيخرجوا من هذاك الباب، وبعدين قال لي واحد بعرفه اسمه فريد، بعيط له عمي فريد، اخذ ايدي قال لي زوجك احسن واحد فيهم. الحمد لله. بعدين؟ وبعدين شفت، ابتسمت وشفت في ايدي خاتم. طيب، خاتمه فيه ماسه هيك، اجاوبها رأي مثل هي الماس، شفافه شفافه ما سمعنا، تمام، حجار الماس. طيب، وبعدين خرجنا طلعنا كل الناس قاعدين يروحوا اي مكان، بعدين وقفت انا وبنته اسمها ساره، بعدين في في ذاك المكان ما في طريق يعني عندنا. انت وبنته، بنت زوجك قصدك؟ يعني انت زوجك كان متزوج ولا بنت مين؟ فريد هذا اللي في الحلم؟ فريد هذا اللي بالحلم بنته. طيب، وبعدين اسمها ساره، وبعدين وقفنا في طريق سريع. طيب، بعدين لقيت صعوبه باش نمر يعني نقطع الطريق. نعم، وبعدين قطعنا بصعوبه، وبعدين راحت هي للبيت وانا رحت للبيتنا، وقالت سمعت امها تعيط على بنتها تقول له ليش طولتوا هيك، وخلص الحلم. طيب، انت وزوجك لاي درجه واصل الخلاف بينكم؟ انا مو متزوجه. بس انت في الحلم قال لك زوجك هذا، ولا مش متزوجه لا اصلا؟ لا، قلت لك واحد بعرفه اسمه فريد، عمي، مع عمي فريد، قال لي انت زوجك احسن واحد. طيب، هذا فريد، معناتها انت قمت بعمل ارض الله سبحانه وتعالى، تميزت فيه على العباد. ساره هي الاستمرار فيما تقومين فيه، هسه يؤخذ اسمائهم ولا يؤخذ افعالهم وجودهم يعني. ساره هي ما تسرين فيه من عمل خير بينك وبين قلبك وبينك وبين الله سبحانه وتعالى. ان قال لك ان من سوف تاخذينه افضل شخص فيهم، فاذا كنت ما شاء الله مستعده للزواج وتنتظرين الشخص المناسب، ففعلا هل تقدم لك خطاب ولم تتم الزواج من قبل؟ راحت. طيب، اذا تقدم لك خطاب او لم يتقدم بغض النظر، فالحلم به دلاله واضحه بانك فعلا سوف تحصلين على الزوج المناسب وترزقين منه ببنت هذا، والله العليم الحكيم. اغلب الناس لما يقول حجر ماس يعتقد انه مس من الجن، ولكن اذا وضع على خاتم فهو ليس مس من الجن، ولكنه بنت تجمع بين الزوج والزوجه وتوطد العلاقه بينهما، هذا والله العليم الحكيم. من معنا يا حنان؟ سندس من تونس، تفضلي يا سندس. الله يعطيك العافية أستاذ. الله يعافيك ويبقيك يا رب العالمين، ابشري يا سندس. أستاذ، أنا عندي أخويا مقدم على وظيفة بالدفاع المدني، أمي شافت له حلم. أيوة. حلمت أمي أنها واقفة أمام المنزل، رأت طفلا صغيرا عمره 7 سنوات اسمه رامز، واقفا يحمل ظرفا أبيض، وبينما هم واقفين أتى أخي فصاح الطفل عون الإطفاء قادم، عون الإطفاء قادم، عندما رأى أخي وخلص الحلم. رامز تعرفونه ولا هل تبع الكاميرا الخفية هذا؟ شو اللي وقع في قلبه؟ لا، هو طفل ابن الحي. موجود يعني رامز، رامز يعني رمز يعني بطولة. طيب، بالنسبة لأخوك عنده لياقة، ترى الدفاع المدني مش شيء، ترى انت بلياقة. اخويا اجتاز الاختبار الاول بنجاح ولسه الاختبار الثاني. طب خبريه ما ييأس، خبريه ما ييأس، استمر وراح ينجح ان شاء الله. الحلم به بشارة، الحلم به بشارة بانه سوف يقبل باذن الله وسوف يكون شخص يشار له بالبناء. رامز تدل على الرمز. ذكرتني الاخت سندس بحلم، بقصة حقيقية، احد الشباب راح قدم على وظيفة الدفاع المدني او الاعمال في الاطفاء، فالمدرب يقول له تعرف انجليزي؟ انت شاطر في الانجليزي؟ فقال له انا جاي اطفي حريق ولا جاي اتكلم انجليزي؟ فضحك المدرب شو وظفوه، وكان فعلا من افضل الافراد في مجموعته لانه كان فعلا لا يخاف النار. معنا اتصالات اخرى يا حنان ولا؟ طيب، اذا مواصلين معكم باذن الله سبحانه وتعالى اخواني، لدينا هذا الفاصل ثم نواصل ان شاء الله.
حياكم الله من جديد إخواني وأخواتي، ومرحبا بكم في عالمكم عالم رؤى، مشاهدين ومستمعين حيثما كنتم. أمس كلمتنا آخر حلقة الأخت من رومانيا، أخت الفاضلة. يميل أغلب العلماء ورجال الدين على اتفاق وعلى أمر واحد، أن أغلبهم ما لي علاقة، في جزء أكيد ما مخالف، كل شيء في الدنيا مخالفة، أن الميت يرى مكانه مقعده في الجنة أو في النار ولا يعذب أغلبهم، وجابوا آيات وجابوا مقارنات من ذلك. فنحن ما نقول إن ابنك يعذب، ما يعذب أهل القبر إذا أتاك في الحلم هو أبنائه. وأنت قلت إن متزوج وعنده بنت أو ولد، الحلم به دلالة بأنه حي يرزق وأنه غفر له وأنه من أهل الجنة إن شاء الله، وهذه بشارة، ولكنه يشيل هم أبنائه في الدنيا وزوجته. المئة الضرب في الحلم، المئة الضربة دلالتهم بأنهما ربما الدنيا تكالبت عليهم بعض الشيء، فحاولوا. وطبعا كلنا نعرف ما يحدث في سوريا حاليا ولأبناء سوريا في الوطن العربي وفي العالم. حاولي أن تقفي مع زوجته وابنه وساعديهم ما مكنك الله سبحانه وتعالى، وارفعي معنوياتهم واستبشري خيرا، هذا والله هو العليم الحكيم. من معنا من العراق يا حنان؟ الأخ السيد جابر من العراق، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة والإكرام يا سيد جابر، اسمح لنا يا أخوي تأخرنا عليك، تفضل. شيخ يعطيك العافية، عندي رؤية. الله يعافيك يا رب، تفضل. الله يعطيك العافية. الوالدة رأت يعني كان من الحجر الدر، يعني لقيتها جوا منامها. حجر شو؟ الدر هذا، العقيق الأبيض يعني. العقيق الأبيض، هي العقيق الأبيض، أيوة. لقيتها جوا منامها. نعم، هذا فقط يا أخي جابر. وأخي أخي تحلم عشان يكرم قدرك، نوع من الذبان اللي جاي يعني الحجم ماله. ما فهمت اللهجة شوي صعب علي، يعني نوع من الحجارة أيضا ولا من الحيوانات؟ الذباب؟ يعني نوع من الحيوانات يعني. الذباب، الذباب قصدك، الذباب. طيب احنا جابر بناخذ حلم الوالدة أبرك، حلم الوالدة أبرك يا أخوي. خلي ولد أخوك يتحمل ربع ما يسمع كلامهم، بس بالنسبة لحلم الوالدة أن أبناؤها يخرج منهم الصلاح والطيب، اللي هو أنت وأخوانك. العقيق الأبيض هو البنات والأبناء، البنات والأبناء، يخرج منكم الصلاح والطيب والبر في الوالدة، فتكون سببا في دخولها الجنة بدعائكم وعملكم الصالح. بارك الله فيك يا جابر، الله يحفظكم يا رب. يا الله يا الله. طيب مين معنا يا حنان؟ مكالمات حلوة اليوم ما شاء الله ما شاء الله، كل المكالمات مبشرة اليوم. أم أحمد من الإمارات، تفضل يا أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم أحمد، اسمحين أخرناك، تفضلي. لا لا عفوا، رأيت أني أطوف حول الكعبة وكنت متشتت ذهني شوي، فما أذكر كم شوط طفت، كم لفة لفت، نعم، أو كم طواف. نعم زين. أيوة، عقب رحت الحمامات أتوضأت، وضيت وضوء كامل، رجعت مرة ثانية على الكعبة أطوف شوي، اختلف الرؤية أن شفت الوالدة بتغسل في صحن الحرم. نعم ما شاء الله، وتغسل في الكعبة. ما شاء الله. أيوة ما شاء الله. طيب، في الماء والصابون وتفرك الأرضية. ما شاء الله. فدخلت أنا الصحن، لقيت الحجر الكعبة حاليا هو لونه بني، بس في الرؤية رأيته بعد الغسيل صار لونه أبيض. نعم ما شاء الله. وبعدين وبس أنا لفيت على الكعبة محمد. أتفقد كملي. أيوة كملي كملي. أتفقد الكعبة أدور على الحجر الأسود وخلاص خلصت الرؤية. طيب أنت شو، أنت عندك أبناء وبنات وزوجك معك إن شاء الله؟ غير متزوجة، غير متزوجة. بس أنت لقب هذا أم أحمد. أيوة. نعم. اسم مستعار اسمك. أيوة. والدتك حجت ولا بعدها؟ لا حجت. هل دعت لك في الحج؟ والله ما أذكر. اسأليها، يا معقولة الأمة تدعي لبناتها وأولادها؟ لا، لازم تدعي، دائما تدعي لي. أكيد. طيب. تدعي لي. الطواف في حلمك حول الكعبة هو دلالة على أن هناك أمر يرضي الله سبحانه وتعالى كنت تسعين له منذ أمد طويل، أنت ووالدتك. قمت أنك رجعت توضيت ورجعت كملتي، دلالة بأنك مرتي في فترة صعيبة في حياتك أو تمرين فترة صعيبة قصيرة، تبعد سيئات وتعطيك الحسنات مكانها مقابل صبرك عليها. أن عدتي ولففتي مرة ثانية أو طفتي حول الكعبة مرة ثانية ووالدتك كانت تغسل الأرض، ذلك دلالة بأن ما تسعين إليه وتنتظرينه بإذن الله سبحانه وتعالى سوف يتحقق يا أم أحمد. والحجر الأسود والحجر الأبيض إن شاء الله يكون الزوج الصالح لك ويكون الإبن الصالح، يعني تتزوجين وترزقين بولد، هذا والله هو العليم الحكيم حسب ظاهر الحلم والرؤية، وهذه رؤية وليس حلم.
بارك الله فيك يا أم أحمد. مين معنا؟ نوال من السعودية، بنت أم نوال، تفضل يا نوال. مرحبا، السلام عليكم، كيفك أستاذي؟ الحمد لله بخير يا نوال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. معلش تفسير حلم أمي أمس ما فسرتها لها، يمكن كانت الحلقة ما كان في وقت كافي. شو كان حلم الوالدة؟ ذكريني فيه يا نوال. الحلم تبعها إنه الحلم تبعها، عشان أنا كمان عندي حلم. طب نوال، أنت عندك رقم الخاص ولا ما عندك؟ لا ضاعت. طب خاص ضاع يعني كان عندك، شفتي كيف؟ أنا ما قصرت. أيوه. أنا ما قصرت يا نوال، خذي أعطي رقمك لحنان. طب نوال اتصلي فينا الأسبوع القادم وأعطي رقمك لحنان. الحين في عنا ضغط شوي على الخط، الأسبوع القادم اتصلي واترك رقمك عند حنان يوم الأحد إن شاء الله، وراح أتواصل معك بعد البرنامج. معلش يا نوال. وبالنسبة لحلم والدتك راح أرجع أشوف حلقة أمس وأشوف ليش ما فسرته وشو كان اللي فيه، وأرجع أفسره يوم الأحد بإذن الله سبحانه وتعالى أول الحلقة إن شاء الله. مين معنا من تونس يا حنان؟ أم ملاك من تونس، تفضلي. اهلا بك استاذ عسلام. هلا بك يا ام ملاك، يا مرحبا الساعة، تفضلي يا اختي. الله يخليك، عايشك الله يخليك يا رب. امين وياك. حلمت بنتي شافت بوها اللي متوفي عنده دكان ويفرق في الحامة، يعني الناس ما تعرفهمش. طيب. وهو يبتسم، دخلت له هي وبدت تتقبل فيه وتبكي ما شاء الله، وهو مبتسم مدلها هكا، هي زادة لحمة في يدها، ما هي جا في بالها كأنه دجاج المدهولة هي، يعني أعطاها هو اللي أعطاها، الحمد لله يا رب. وبعدين ودجاج أعطاها بعد، شيء طيب هذا. طيب وهو كان يفرق فيها كيكة، معناها مش بالفلوس، يفرق فيه الناس ما تعرفهمش، وكان يبتسم وعنده برس الحم ويفرق فيه الناس. هذا دعاء يصلى بسوى عمل صالح كان مسويه في حياته، يعني بعد وفاته يستمر العمل الصالح، فهذا شكله عمل صالح كان مسويه وما زال يصل له الأجر والثواب. كملي إن شاء الله. كملي. وفي الحلم وفي البنت آنسة ولا متزوجة؟ لا متزوجة البنت. عندها بنات وما عندها؟ عندها أولاد، عندها الزولاد. شفتي كيف؟ على طول انا قلت بنات، ما قلت كلمه ولد، كنت بقول ولد ما مسكته. ترزق ببنت حسب الحلم، والله العليم الحكيم، ترزق ببنت. الدجاج هو اللي يبيض طبعا، وهو اعطاها دجاجه بشرها ببنت، فان شاء الله الحمل القادم يكون لديها بنت، والدجاج ايضا يدل على الرزق، وان شاء الله بنت ياتي معها رزق، هذا والله العليم الحكيم. مين معنا يا حنان؟ نعيمه من الجزائر، تفضلي يا نعيمه من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا نعيمه. أخويا حبيت يحكي أخويا إنه شفته على العام اللي فات، العام الماضي بعد شهر رمضان الفضيل ولا قبله؟ بلا بعده. بعده. طيب. شفت في المنام وأختك البنات اثنين، يعني احنا في ثلاثة، رحنا لوحد السيدة بغرفها، كأن هناك فيها في منزلها غرفة، الغرفة هذه كأنها مقبرة، فيها سبع قبور، ثمان قبور، يعني عدد قليل، يعني طيب. كل واحدة فينا، نحن البنات كل واحدة فينا جلسة جنب قبر. نعم. بعد شوق القبر يكون جلسة جنبه أنا، كأنه فيها، كأنه اللي كان في القبر كأنه قد يخرج. الصوت مش واضح، عفوا ما أدري إذا تستخدم سماعة يا أختي الفاضلة ولا بدون سماعة؟ لا يعني بدون سماعة. ما ادري الصوت مش واضح كثير، يمكن الإرسال عندكم يقطع، يعني أسمع كلمة وكلمة لا، في أسمعت مقابر مش واضح الاتصال. حاولي تصلي فينا مره ثانيه الاخت الفاضله. هي عموما المقابر قضاء حاجات، والعدد ثمانيه دلاله بان هناك من يدلكم على قضاء حاجات، اما ما هو الباقي مش واضح معي، اسمع الكلام يجي ويروح، يمكن قلل في، يمكن انا سمعي ضعيف صار، يمكن سمعي ضعيف. سيد حيدر معلش في اخر الحلقه اريد ثلاث دقائق بعد اذنك. كان في معي اتصال قبل شوي انقطع للاسف، يمكن بسبب طولنا عليه الاخ سيد عبد الله. حاول يا أخوي عبد الله من السعودية تصل فينا مرة ثانية، خلنا نسمع صوتك ونسمع حلمك وإن شاء الله يكون حلم خير. أم عبد العزيز من البحرين، تفضل يا أم عبد العزيز. شيخ أنا اتصلت على البرنامج من قبل وقلت لي أتصل بعد البرنامج بس ما حد كان يرد علي. لا أنا كان قصدي ناخذ رقمك، إحنا نكلمك بعد البرنامج. ما حد كلمني شيخ. طيب حنان تقدر تأخذ رقمها ولا في أنا ضغط؟ طيب خلاص. الحلم ما في شيء شيخ. لا. الحين خلاص اعطي رقمك لحنان، انت اعطي رقمك لحنان نتواصل معك، اعطي رقم هاتفك لحنان. معلش يا اختي الفاضله من البحرين. السيد عبد الله من السعوديه، تفضل سيد الفاضل.
السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول لك حبيبي، الحلم هو أنه في صوت قراية للشيخ اللي يصلي عندنا، طبعا هو في شيخين عندنا يصلي نعم. عندنا في المسجد نعم. ففي شيخ بحب صوته نعم، فلما جاي يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم نعم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين نعم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا قاعد يكررها ثلاث آمين مرات. يا رب نعم. ولا الضالين كررها ثلاث مرات. ايوه ثلاث مرات كررها، وبعدين صحيت كان الحلم تقريبا على الساعة 4 وصحيت انا صليت. بس انت اللي سمعت اللي صوت الشيخ اللي تحبه. ايوه الصوت اللي دائما احبه الشيخ. الشيخ هل في عندك نزاع في المحكمة او عندك نزاع على امر في الامور الدنيا مع الشركة او مع المحيطين فيك؟ لا في المحيطين ايوه تقريبا، يعني الجزء اللي انت قلته من الفاتحة واضح ان ربنا يهديك للتعامل مع الاخرين باذن الله حسب حلمك، يهديك الله سبحانه وتعالى بالتعامل بالطريق الصحيح وانك تسير على طريق الحق باذن الله، حتى لو حولك من الناس الجهلة او الضالين او الظالمين. وان شاء الله سبحانه وتعالى كم عددهم الاشخاص اللي تعمل معهم؟ هل قريب من ثلاثة؟ ما تعرف سيد عبد الله؟ ايوه اثنين. هم اثنين؟ طيب ان شاء الله يكونوا اثنين فقط. عاد كلمة ولا الضالين ثلاث مرات، انت بس قول امين وتوكل على الله سبحانه وتعالى، والحلم يدل بانك استمر فيما تقوم فيه من عمل، وسوف ينصرك الله سبحانه وتعالى على من يعاديك او ينازعك، هذا والله هو العليم الحكيم. بارك الله فيك سيد عبد الله. ودائما اذا سمعنا صوت شخص نحبه فذلك يدل على البشارة ويدل على الرضا والرحمة، فانا لما اسمع شخص لا احبه، هذا نتكلم عنه حالاً بنبقى حلقة لحال إن شاء الله، أو بيني وبينه عداء، هذا غير الهمس والصراخ، هذا الصوت هل الشخص نحبه أو لا نحبه. إذا كان الشخص نرتاح له أو عجبتنا قراءته للقرآن فذلك يدل بأننا نسير على الهدى الصحيح، أما إذا كان يعجبنا معناته علينا أن نراجع أنفسنا فيما يحدث حولنا. الأخت نوال من السعودية تفضلي. أيوة السلام عليكم أستاذيات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا نوال. الحلم عشان مرة ضروري عشان كذا رجعت اتصل مرة. خلاص يا نوال ابشري يبشرك ربنا بالجنة، تفضلي. شو الحلم؟ ما هي الرؤية؟ الحلم انه حلمت انه كأنه كذا في أرضان زراعيين. أرضان زراعيتان نعم. ايوه فكان فيها زرع اللي هو طماطم وبطيخ. فيها قرع طماطم ولا فقط بطماطم وبطيخ؟ طماطم وبطيخ بس. طيب طماطم طيب. ايوه الطماطم حمراء وكان مره شكلها حلو والاوراق كمان كانت خضراء وكلها كده يعني زي المشاية يعني واضح. على الارض ايوه، والبطيخ حجمها صغير ولونه اخضر، فكنت كاني رجعت بعمر عمري كده 6 سنوات صغيره. وكانت معايا خالتي الاصغر مني وكمان بنفس العمر انا وهي، وقعد ناخذ الطماطم بس وبنحطها في البلايز تبعنا، وبعدين كده رحنا في صنبور مويه على زاويه المكان، وبعدين رحنا كنا نغسل الطماطم نشيلها ونغسلها، بس هي كانت مره نظيفه. وبعدين طلعت كده في بلوزتي لقيت في جزمه لونها حمراء وانت بكرامه نعم. بلستك كده وكده بلستك وعلى شبك يعني جايه جديده نعم. فرده واحده يعني نعم. وبعدين غير لقيت خالي واقف عند باب شفت مدال مزرعة ومحط يده على الباب وفضل بيطالع فيه وكأنه زي اللي أخذ مني حاجة. طبعا هذا الحلم بعد ما مات أبويا يعني الله يرحمه، فكان بيطالع فيني وبيضحك ضحك إنه كأنه أخذ مني شيء، فأنا صرت أطالع فيه ووقتها صرت خلاص بنفس عمري يعني اللي دحين. وبعدين غير رحت تكلم راح يجي يقول لي يا نوال انت تبغين الارض، وفي الحقيقه صح ابوي عنده ارضين زراعي. بعدين راح يجي يقول لي تبغينه، بعدين رحت قلت له ما ردت عليه. وبعدين راح يجي يقول لي طيب اخوك يبغى الارض عشان عندي اخ من اب من ام. نعم نعم قولي الحلم كامل. أب من يلا أب. يا نوال ايوه وبس، فما ردت كمان عليه. طيب. طبعا جت نوال نوال بارك الله فيك الحلم. طيب في عندك انت نزاع بينك وبين الشخص في الحلم على الارض او على ورث؟ والله انا ما عارفه، هي اليوم ان شاء الله الجمعه تقريبا راح يقسمون الورث. طيب خلاص تابعينا يا نوال بارك الله فيك. نوال بارك الله فيك نوال.
إذن إخواني وأخواتي متابعين معكم بإذن الله، لدينا هذا الفاصل إن شاء الله ثم نواصل، تابعونا. حياكم الله ومرحبا بكم في عالمكم عالم رعى. طبعا الأخت نوال متصلة قبل الفاصل، الحلم واضح أصلا، لو قلت طماطم بروحها كانت كثرت أسئلة، لو قلت بطيخ بروحها كان كثرت أسئلة، بس طماطم وبطيخ وأرضان ذلك يدل بأنه هموم تشغل بال الصغار بالسن هي الطماطم، وهموم تشغل بال الكبار بالسن وهي الكبار بالعمر. وكلمة هل تريدين الأرض، لا لأن عليكم التمسك في تلك الأرض وعدم التنازل عن شيء منها إلا ما كتب الله وقسم، ويبدو أن عليكم عند القسمة أن تكونوا حاضرين الذهن والخبرة في هذا الأمور حتى لا يضيع منكم حق دون سبب. هذا والله والعليم الحكيم. معنا الأخت أم أحمد من الإمارات. يا أم أحمد من الإمارات تفضلي. مرحبا أستاذ. مرحبتين يا أم أحمد، كيفك أستاذنا؟ الحمد لله بخير، سعيد بتواصلك، ابشر يا أم أحمد. تسلم تسلم. أنا شايفة حلم، بس هو بخص عمي متوفي أخو أبوي الله يرحمه. نعم الله يسلمك. وهو أنا يمكن بكون في بيته بس ما بحس إلا أنا باخذ دفتر من دفاتره، مو أنا باخده، مثل حدا بيعطيني إياه بطلع فيه، هو صفحاته بيضاء، دفتر منيح يعني وبقلبه قلم، بس هو كله كتابة إنجليزي، وهو كان قبل ما يتوفى هو أدب إنجليزي يعني. نعم. وأنا باخده يعني إنه هيك مثل متمنية إنه أخذ شغلي إنه منه أو شيء، قلت أنا بفيد ولادي يعني، بعرف إنه أنا ولادي هن دارسين هيك أدب إنجليزي. بعد ما بلاقي حالي إلا مشهد تاني إنه أنا في مقابيله. نعم. بيقول لي عطيني إياه. أيوة. قال أنا هيك لا شعوريا بشيل إنه بعطيه يعني، أنا لسه بمد إيدي دعطيه، بلاقيه هو بإيدي صار شال مزغرف وأبيض كتير حلو، بقول أنا شو هو اللي صار شال أبيض، الكتاب تبع الإنجليزي ولا شو؟ هو الكتاب صار شال بإيدي لما هو بده ياخده مني، صار شال بإيدي. نعم. وعطيته إياه، قلت أنا لو باخده هيك وبلبسه يعني كتير عجبني هالشال. هو الكتاب قلب، هو مو كتاب، دفتر قلب شال، وهيك انتهى الحلم. طيب الشخص اللي كان طلب الكتاب حي ولا ميت؟ لا متوفي، هو صار له سنة. ايه متوفي. انت كم عندك بنات واولاد؟ عندي 4 شباب و4 صبايا. 4 صبايا. اكبر واحدة فيهم كم عمرها؟ اكبر واحدة ما شاء الله من جيلك بالسبعينات. ما شاء الله بالسبعينات، ما شاء الله. ما شاء الله. انا سوي من الزوجة. لا ما شاء الله متزوجة وعندها ولد عمره 10 سنين وبنتين. أيوة. وراهم. أيوة. أيوة. طيب الكتاب هو دلالة واضحة هذا الحلم على أن المقصود فيها الأبناء والبنات، اللغة الإنجليزية. أيوة. هي تمكينهم أنهم يزدادوا قوة ونفوذا إن شاء الله في مجال عملهم وحياتهم. وبالنسبة للبنت هي دائما الإنسان متعلم لغة ثانية يصير عنده قوة أكثر وخبرة أكثر. أما بالنسبة لبنتك الأكبر واحدة، كم واحدة متزوجة من بناتك أم أحمد؟ أكبر واحدة أدب إنجليزي. أدب يمكن هي المقصودة. طيب هي عمرها 38 هيك يعني 39 لا أنا أكبر منها بكثير، بينها وبينها عمر بينها وبينها جيل. طيب على كل حال أطول عمرك. سوف يأتيها خبر يسرها كثيرا هذه الأيام القادمة، فاستبشري بهذا الخبر، ولكن لا تنسي أن تخرجي عنها بعض الصدقة. هذا والله والعليم الحكيم. بما أنك فرحتي لها وهي دار وأصبح منظر جميل ولبستيه، فذلك إما أنه يزيد عدد الأبناء والبنات عندها، وإما أنها تقوم بعمل يسعدك من ناحية دينية أو من ناحية رزقية. هذا والله العليم الحكيم. آلاء من السعودية تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة الإكرام يا آلاء. شيخ شفت رؤية قبل فترة. أيوة. شفت أني راكبة سيارة كبيرة. نعم. على أغلب إن سيارتنا البريزيا. نعم. وقعدت قدام جنب مقعدة السواق والسيارة ما كان فيها سواق. نعم. كانت تمشي وبشكل محترف. نعم. لدرجة إني قمت استغربت وصورت بجوالي، والجو كان مرة حلو وكان في مطر بارد ومرة كتير. نعم. أنت عادة تجلسي قدام بجنب السائق ولا عادة تجلسي ورا؟ لا جنب السائق.
بالطبيعة نفس الشيء يعني في الواقع؟ لا عادة أقعد ورا. تجلسين ورا. شو عندكم أنتم الأيام هذه القادمة، مناسبات أو خطط؟ مناسبات كانت أمس شبكة بنت عمي. وبس. فقط أنت آنسة؟ أيوة. في أحد قدم لك الأيام الماضية أو شيء وما تم؟ أيوة ما تم، بس من أول قبل أكثر من 6 شهور. قبل الحلم. طيب، في احتمال يتقدم لك مرة ثانية أشخاص، ولكن يبدو أنه دائما فيه حيكون خلل في التواصل معهم، ربما بسبب حالتهم المادية أو حالتهم الاجتماعية. فأنت جلستي بالجانب السائق، يعني أنت تكونين مربط الفرس بالنسبة للموافقة على هذا الأشخاص المتقدمين الأيام القادمة أو عدم الموافقة. فحاولي عندما تجلسي جنب السائق أن تقومي السائق، تقولي له انتبه أنت ماشي غلط، ماشي بشكل جانبي. فحاولي أن إذا أتى شخص أن تعيني في إنهاء في تجاوز مشاكله، لا تنظري إلى المشكلة ودون المساعدة في حلها، لأنه لا يوجد إنسان على وجه الأرض كامل، فإذا نظرت إلى عيوب الناس لن تجدي أبدا الشخص المناسب. هذا والله العليم الحكيم. ندى من الأردن تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ندى. الله يجزيكم الخير يا أستاذ زياد على هالبرنامج حلو. آمين أنا وعنكم يا رب. تفضلي يا ندى. يا أخي أنا حلمت حلم إني شفت حالي بسوريا بمطبخ. في سوريا ولا وين؟ روف. أنا بالأردن. بس بالحلم. بالحلم بسوريا. بسوريا طيب. بالمطبخ قدامي رف من الرخام، بس كان الرف مكسور شوي ومعلقة جلابيتي بالرف. معلق شو؟ حسيت حالي إني. سوري معلق. جلابية. جلابية جلابية هاي هاي هاي. نعم مضحك. طب بعدين؟ معلقة بالرف. وكنت عم بحكي على الهاتف كأني معاك. ما شاء الله. بعد شوي بشوف صورتك أو خيال لإلك جنب الرف، وكنت عم بنسحب لعند الرف وما في شيء عم بسحبني، بس أنا عم بصحى وبعرف مين بحاكيني، بقول لي مين عم تحكي، بقول لهاب إياد عم بتطمن علي. وعم بحس حالي إن عم بسحب، بوقع على حالي إنه في شيء عم بسحبني لجهة الرف، وبصير أصيح وأبكي وأقول والله بهالبيت ما عاد بقعد، أنا انجنيت والله ما بقعد في البيت، بفوت على مطرح تاني كأنه حمام باخذ أغراض خاصة وبطلع فيها. وأنا عم بمشي بالجوز بمسكني وبيحاول إنه يفوتني على البيت، وأنا ما برضى أبقى، أصير أصيح وأخانق وبقول بدي أطلع من هالبيت والله ما بقعد هالبيت. بطلع للشارع بلاقي أخوي بكون عم بشدني جوزي، عم بقول له أخوي أنت كل هالعزم اللي فيك وما أنت قادر إنك تشد أختك تفوتها على البيت، بقول هو لو إنه عم بشدني وفيه عزم قوي بس أخوي ما بطيب له إنه يعمل فيه هيك وبشدني على البيت. بطلع أنا على بيت عمتي لفوق، كان هي ساكنة فوقي بالطابق الثاني، وبطلع لعندها وبحكي لها إنه هيك عم بصير معي، أنا والله ما بقعد هالبيت، أنا انجنيت والله انجنيت. وكان تعبتي من هالحلم؟ قاعد البيت. طيب نعم. أقول تعبتي في هالحلم؟ كملي يا ندى كملي. كان قبل عمتي تلعني قاعد البيت عندنا، وأحس إنه بدي يحكي شيء بس هو ما حكى، وأنا عم بحكي لها والله ما بقعد بالبيت، أنا انجنيت والله انجنيت، بكرر هالحكي وبكون لابس حجاب شالة، بشيل 4-5 زبابيس من الشالة وبحطهم بحضني بالقلاب لتمي. وبمسكهم وبلبس الشالة. برجع بعد شوي عم بحكي مع عمتي وخانق وزعلان أنا، عم بشيل زبابيس من تمي، برجع بحطهم على الشالة وبحط 2 وواحد بحطه بقبة القلابية وبس. الحمد لله. ندى أنت عندك أولاد وبنات ولا لسه؟ عندي بنتين وصبي. بنتين وصبي، طب تابعينا بارك الله فيك. هذا كان آخر اتصال عندنا طبعاً، إن شاء الله من الإخوان اللي ما توفقوا في التواصل مع البرنامج يتصلوا فينا يوم الأحد إن شاء الله، لأنه باقي دقيقتين من البرنامج. طيب ندى، يا ندى بالنسبة لحلمك واضح إن الطبخ هو الأمور العائلية، الرف المتعلق في تعلق في حجابك هذا واحدة من العائلة كبيرة في السن، بالنسبة لا انك معصبه وزعلانه في الحلم، حنان حاولي خذي رقمها اذا امر ضروري جدا، خذي رقمها ونتواصل معها. طيب انك انت كنت تبي تطلع من البيت معناتها في عندك مشكله تحتاج منك اما سفر او علاج او حل. رؤيتك الحلم في سوريا ربما دلاله على انه هذا كانها اشاره لك بسبب الخلافات الموجوده او الامور الموجوده، انه اشاره لك بانه ربما الأيام القادمة تحمل لك بعض التحديات،
التي تحتاج منك الثبات. الزوج يطلب انك انت تدخل البيت ويطلب اخوك في المساعدة لادخالك البيت، دلالة واضحة على ان هناك امر سوف يكون متفقين عليه العائلة، ولكنه ربما يخالف ظنك او ارادتك. اذا انت كنت مؤمنة ان في البيت في سحر مثلا او في عمل او شيء، حاولي اثبت ذلك يا ندى، ليس فقط بالإحساس. وإذا أثبتت ذلك فالحلم كله لن تحتاج إليه، لأنك سوف تثبتي رأيك. أما إذا كان البيت سليم وما في عندك دليل، فحاول التحاور والتواصل حتى تجدين حلا. هذا والله العليم الحكيم. للأسف ندى كانت في آخر اتصال في آخر البرنامج، وما قدرنا نأخذ منها معلومات كافية عن البيت. طيب دقيقة يا حيدر، باقي دقيقة يعني الله يعيننا، نحاول نتلخص الموضوع. كنت أنا أريد وقت أطول، ولكن آخر مكالمة شوي طولت. طيب قبل، كلمات بسيطة جدا، قبل أن تستموت وتستقتل لمعرفة ما يحدث في الصين واليابان، حاول أن تعرف ماذا يحدث في عقلك. أليست أحلامك التي تخصك أنت أكثر أهمية مما يحدث في العالم كله؟ قبل أن تهتم لإنجاز فريق كرة في دولة من الدول الثانية، أنا مش ضد الرياضة، حاول أن تحقق إنجازاتك وأهدافك. تذكر أحلامك وأنت صغير التي كنت تتمنى أن تتحقق وما زالت جامدة مجمدة في ثلاجة الزمن. دائما إخواني وأخواتي، يجب أن ننظر داخلنا، ويجب أن نحقق أحلامنا، ويجب أن نستوعبها ونفهمها. يكفي أن نعلم بأن طريقة الحلم هذه التي تحدث في عقولنا ونحن نائمون، عجزت كل وسائل التكنولوجيا في الأرض عن استنساخها أو القيام بمثلها. يكفي أن نعلم بأنها قمة العطاء والرحمة من رب العالمين. أتمنى لكم أجازة سعيدة، وإن شاء الله حتى ألقاكم الأسبوع القادم يوم الأحد. أقول لكم إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.